منذ تأسيس المقاومة الإسلامية في العراق هي ما استهدفت الدولة، بس يراد للإعلام أنه هذه دائما المقاومة جزء من إضعاف المقاومة هو أن هي مستهدفة مؤسسات الدولة، ولا أي حادثة ممكن أن نذكرها صرنا في مواجهة مع الدولة كمقاومة. تعرف الوضع اللي مر به العراق وأثناء تشكل المقاومة أنه صارت أكو توجهات، بعدين هذا الاستقرار اللي وصلنا له، بالتالي آخر مفهوم اللي هو اعتمد عند المقاومة في المواجهة مع الكيان الغاصب في المواجهة مع واشنطن كان هو المقاومة الإسلامية في العراق. ماكو أيضا تقاطع، يعني ربما لا ندعو إلى أن نتقاطع مع خطاب الدولة، يعني لا هي الدولة جاءت قليل أنه قال يكون لا أنتم ما مواجهين الدولة، هي الدولة جاية تواجهكم باعتبار يعني أنه القائد العام للقوات المسلحة قبل أسبوع أكو أستاذ أحمد قرر ووجه أنه متابعتكم ملاحقتكم اللي يستهدف المصالح الأمريكية. بالتالي السيد السوداني يتعامل ضمن سياقات سياسية وقواعد سياسية معتمدة رسمية ربما حتى تخالف قناعات الذاتية. يعني أنت من ترجع إلى خطابه في القمة العربية ربما كان خطاب مقاومة مو خطاب رئيس وزراء العراق، وربما حتى توجه له نقد من داخل القوى السياسية اللي بمعنى قالوا له ترى الزايد في هذا الخطاب وممكن أن تأثر على علاقتنا ويا واشنطن. أي. نقول أكو وراء الخطاب هم جنة تليفونين وسمع بيهن اللي سمع ممكن هذا الأمر أقول أنه القرار في قرار المواجهة إحنا أولا عندنا قرار برلمان وما نفذ وضعية التواجد الأمريكي لحد الآن فضفاضة. أمريكا واضح حسنا أنت أي واحد تسأل أي إنسان من الأكاديميين إلى الناس البسطاء أنه أمريكا تقبل تطلع، يعني القضية متعلقة بإرادة الدولة لو بالإرادة الأمريكية. أنت أعتقد توافقني بهذا الرأي أنه الوجود الأمريكي متوقف على الإرادة الأمريكية مو على الواقع السياسي. ممكن الحكومة تضغط تبتز بالتالي تحاول أن تصدر، هذه قناعة يعني موجودة عند الشعب العراقي. إذن ماكو بديل للتعامل مع التواجد الأمريكي. ليش رجعتوا ما أقول ذكرتوا ليش رجعتوا تذكرتوا أنه أكو قوات أمريكية موجودة؟ رجعتوا ليش إحنا شو كنت نسينا؟ لا اسمح لي إيه؟ صار سنة ما شاء الله حكومة السوداني وأنتم ما شاء الله أغلبيتكم العمود الفقري مال هاي الحكومة، هسه رجعتوا تذكرتوا يا غزة أنه أكو أمريكان. يعني شوف هذا الخطاب أستاذ أحمد قاطع قبل السؤال أنه إذا المقاومة تحركت قالوا يا أبي ليش تحركت المقاومة، وإذا المقاومة سكتت قالوا يابا وينكم شو بس شعارات. هذا الخطاب يا أستاذ أحمد هذا إعلام، إحنا ما لنا علاقة به، إحنا نسولف ويا الواقع مالتنا. إحنا اللي كان من اتفاق بعد خروج من مأزق الانتخابات ووصلنا إلى اقتتال ممكن شوارع وتتذكر هاي المرحلة وتشكيل حكومة السوداني مراعاة للظرف العراقي اللي دائما تأزمه أمريكا، بالتالي الانتخابات وتزويرها هو مو إحنا زورنا، يعني أقول كمقاومة ولا إحنا الشعب زورنا، أمريكا اللي زورته كانت تريد تضعف قوى وتصعد قوى. هذا وصلنا المسار أنه إحنا نراعي الظرف العراقي.